ليست إعاقة بل انطلاقة، فعالية جديدة تنظمها منظمة المجتمع المدني المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة في حضرموت الوادي والصحراء. الفعالية التي يشارك فيها طلاب وطالبات من ذوي الإعاقة الحركية والصم والبكم والمكفوفين ومتلازمة داون والتوحد وصولا إلى الإعاقة الذهنية تستمر حتى 13 من ديسمبر الجاري. شريحة كبيرة من هؤلاء موجودة ويعاد إدماجها للمجتمع، مدارس الخاصة بهؤلاء يعني تقوم بواجبها على أكمل وجه، تحتاج مننا فقط للدعم والمساندة، وهم في الحقيقة الكثير منهم يعملون بشكل متطوعي يعني، ولهذا يجب على السلطة فعلا أن تكون إلى جانبهم. هدفت الفعاليات التي تأتي بالتزامن مع يوم المعاق العالمي إلى حصول المعاقين على حقهم في التعليم ودمجهم في المجتمع ومنحهم حياة تتسم بالاستقلالية والاستقرار، وخصوصا في الجانب الإنساني، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية ودمجهم في الوظيفة العامة بما يحملون من مؤهلات علمية في مختلف المجالات. هناك فعاليات أخرى ستنطلق إن شاء الله من اليوم وإلى 13 من هذا الشهر، ستكون هناك فعاليات مسابقات ثقافية للمعلمات، وتكون هناك أيضا معرض عام للمعيادة والإعاقة، بالإضافة إلى حفل إنشادي خاص للأمهات في مدرسة الخطاب إن شاء الله. رغم الإعاقة إلا أنها لم تثنيهم عن عيش حياتهم بطبيعية ولم تغير ممارساتهم لهواياتهم الرياضية والعلمية، فالإعاقة بالنسبة لهم انطلاقة جديدة نحو الإبداع والمنافسة في ميدان الحياة العامة. طبعا في اليوم العالمي للمعاق هو عبارة عن إبراز وإبداعات ومواهب المعاقين، فإن شاء الله على كل معاق أن يهتم في مستواه التعليمي، يهتم بانخراطه بالمجتمع واحتكاكه بالآخرين حتى الناس يعرفوا دور المعاق داخل المجتمع. شريحة اجتماعية مفعمة بالأمل تتنفس الحياة من خلال العديد من المحاضن التعليمية التي تتوزع على كافة مديريات حضرموت، والتي منحت لهم فرصة لنيل الشهادات العلمية باختلافها، وتمكن آخرون من تمثيل اليمن في المحافل الدولية المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة. عبد الله مؤمن لقناة يمن شباب، سيئون.